أستاذة ماجدة موريس، إحنا يعني على بعد أيام من شهر رمضان، وكان في هذا الشهر أعمال درامية كثيرة جدا على الشاشة. بشكل عام كيف وجدت الموسم الدرامي لهذه السنة، على اعتبار أنه رمضان بيتكدس فيه الإنتاج الدرامي يعني مقارنة بكل شهور السنة؟ صحيح. الحقيقة أنا يعني وجدته أفضل من توقعاتي عن أعمال السنة الماضية. مش في العدد، لكن في معالجات بعض الأعمال اللي شفتها. وجدت فيه برضو أعمال فيها أفكار جديدة مختلفة، وجدت فيه أعمال فيها يعني تشريح جيد جدا للقضية اللي بيتناولها. وجدت كمان الأعمال الوطنية فيها أمر مهم جدا، خصوصا الاختيار، هي مسألة إن هو بيقدم لنا زمن إحنا عشناه مش بعيد عننا. وده يعني مهم جدا، ما نقدرش نقول عليه تاريخ، يمكن نقول يعني أحدث تاريخ عدنا عليه، ولكنه بيقدم كم من المعلومات اللي إحنا كنا عايشين لكن ما كناش نعرفها. والحقيقة دي حاجة مهمة جدا، إنك أنت على الأقل إذا كنت عايشة هذا الزمن وقريب منك تعرفي كل تفاصيله إذا أتيح لك كده. وهو ده اللي قدمه لنا مسلسل الاختيار في الجزء الثالث، انك انت تبقي عارفه. احنا عرفنا بشكل عام اللي حصل سنه 2012 و13 عام الاخوان، لكن التفاصيل الشديده، الازمات اللي كانت بعيده عننا كمواطنين، دي كانت مهمه قوي. يعني اسرار تلك الفتره، اسرار تلك المرحله، المرحله المهمه قوي اللي احنا بعد كده نزلنا في خلالها وقلنا رفضناهم. لكن اللي قدمه المسلسل يعني على الاقل انا خلاني اقول ايه ده، احنا يعني فعلا احنا كنا على حق كمواطنين لما عملنا ده. وكل يوم لما بيبقى فيه مزيد من المعلومات ومزيد من التوثيق، هو الحقيقه برضو جزء مهم في المسلسل ده، ان هو دوكيو دراما، يعني ان هو عمل درامي لكنه تسجيلي. في نفس الوقت. وبالتالي هو كل حاجه بيقدم لها الدليل من خلال اللقطات والمشاهد المصوره الحيه اللي ما كانش ممكن ابدا نشوفها الا لو انها دخلت في اطار عمل. وبالتالي هذا العمل هو نموذج يعني فريد بالنسبه للعمل السياسي. او الدراما السياسيه او الدراما اللي هي تاريخيه كمان، لان هو تاريخي، هو سياسي، تسجيلي. وبالتالي هو مزج بين الاثنين بشكل رائع جدا، بشكل بارع الحقيقه. يعني لابد ان احنا نقدم يعني كل الشكر اولا للمخرج، وثانيا لكل طاقم العمل، المؤلف هاني سرحان والمخرج بيتر ميمي وكل الناس اللي ساهموا فيه. كمان في تصوير رائع جدا، في مونتاج مهم ممتاز، في موسيقى جيده، موسيقى رائعه جدا. احيانا التتر بينزل انا بسمع الموسيقى بتاعته. في كمان اختيارات الممثلين شيء مهم قوي، لانه انت كده بتشوفي فعلا ممثلين احيانا ممكن يكونوا في منطقه طول عمرهم، في المسلسل ده بقى في منطقه تانية. يعني مثلا الممثل القدير احمد بدير، احنا شفناه باعمال كتيره جدا يعني سنين طويله، هنا في المسلسل ده هو دخل في منطقة مختلفة تماما، يعني يجسد دور المشير طنطاوي. ومشاهد قليلة ولكنه بيقدمها بمنتهى البراعة القدرة. ومنتهى القدرة على التعبير بالكلمة وبالحركة، ما فيش ولا حاجة زيادة، وبيدي فعلا مساحة انك تتأملي هذا الأداء الرائع. كمان طبعا ياسر جلال، هو أنا رأيي إنه ياسر جلال ممثل بارع. من أول لحظة ظهر فيها في عشرات من الأدوار اللي أنا شفتها له، لكن هو هنا بيدخل منطقة جديدة تماما في هذا العمل، بيقدم فيه شخصية ممكن نكون كلنا عارفينها وبنحبها، شخصية الرئيس، لكن هو بيقدمها الحقيقة بشكل مختلف تماما. سواء في أسلوب الأداء، سواء في تجهيز نفسه، حتى بتاع الفيزيكال جسديا، في اسلوب الكلمه نفسها والحركه، تعبيرات وشه بتقدم لوحه للاداء مهم قوي.
وانا مش ما استغربتهاش عليه الحقيقه، لان انا معتقده دايما انه هذا الممثل القدير جدا لما كان في مشاهد في مسلسلات تانية لابد انه هو ياخد حقه يوما ما من خلال دور مختلف تماما. سيادة الرئيس، احنا اتكلمنا كتير في الموضوع ده قبل كده، بس واضح ان احنا محتاجين نتكلم فيه تاني. المساس بالقوات المسلحة أمر غير مقبول ولن يكون مقبول بأي شكل. القوات المسلحة التزمت الحياة طول الفترة اللي فاتت وبعيدة عن المشهد السياسي بكل صراعاته، سواء كان نظام أو معارضة. يا ريت يا فندم تطلعوا الجيش بره الخناقة دي. الجيش المصري جيش وطني عظيم صلب، وصلافته جايه من شرفه. احنا نستحمل الحديد، نستحمل النار، لكن ما تخدش من الكلمه. نجرح، نهان، والاهانه في العسكريه المصريه هي اساءه للكبرياء الوطني، ما بنستحملهاش. واحنا تحملنا كتير، صحيح تحملنا كتير جدا طول السنتين اللي فاتوا، لأننا ما بنشوفش غير المصلحة العليا للبلد، المصلحة العليا لكل المصريين. طب اهدى بس يا سيادة الفريق. أنا هادي سيادتك، بس رجاء ابعدوا الجيش عن خناقة السياسة. اللي بيحصل ده لازم يتوقف، ودلوقتي. مفيش دولة محترمة جيشها بيتشتم، ده جيش مصر، وأنا مش هسمح أبدا بإهانته.